على استاد حمدان بن زايد هنالك بالمنطقة الغربية التقى فريق الضفرة صاحب الأرض والجمهور بضيفه فريق الوحدة في ثالث جولات دور الخليج العربي في لقاء تساوت فيه الأهداف والطموحات، فالفريقان ينشدان الانتصار الأول لهم هذا الموسم. وعلى الرغم من البداية الدفاعية للعنابي على الورق لم يكن الوضع كذلك في أرضية الميدان، فبمجرد انقضاء العشر دقائق الأولى كان العنابي على موعد مع التسجيل. عرضية مثالية نفذها تيغالي، أعادها القائم لكن الحارس أكملها في الشباك ليتقدم الوحدة بالهدف الأول. أصحاب الأرض أرادوا العودة سريعا، ركلة ركنية تنفذ، هرماش يضعها برأسه والحسني يتألق ويسيطر على الكرة. الهداف السنغالي ماكيتي ديوب يلعب دور صانع الألعاب هذه المرة، يلعب كرة عرضية حاول فيها الخريبين ولكن كرته إلى ركلة مرمى. وبينما كان الضفر يبحث عن التعادل تقدم الوحدة، سدد العكبري، الكرة تصطد بيد المدافع حمد الحمادي ليحتسبها الحكم ركلة جزاء، نفذها بنجاح الهداف الأرجنتيني تيغالي والذي كسر صيامه أخيرا عن تسجيل من خلال ثنائية في هذا اللقاء. الضفرة هذه المرة يبدأ رحلة البحث عن تقليص الفارق، عرضية مثالية من عبد الرحيم جمعة تجد رأس ديوب ولكن علي الحسني تألق وأبعد الكرة عن مرماه، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الوحدة بهدفين دون رد. شوط المباراة الثاني يبدأ، الضفرة من أجل التقليص والوحدة للتعزيز، وبالفعل نجح العنابي في إطلاق رصاصة الرحمة بالهدف الثاني ولكن هذه المرة عن طريق مهاجمه الشاب محمد العكبري. الحماس قلد الضفراوية وعلى الرغم من ذلك كانت محاولاتهم لا تزال قائمة، إلا أنهم لم ينجحوا في هز الشباك الوحداوية لتنتهي المباراة بفوز العنابي بثلاثة أهداف دون رد، رافعا رصيده إلى 5 نقاط، تاركا الضفرة بلا رصيد من النقاط.